ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلمنا أننا نطقنا بمبدأ إخلاص العبادة ونطقنا بمبدأ إخلاص الاستعانة وتخصيصها بمين. ودي في كلمة إياك ناس يعني مش هنستعين بغيرك, مش لا نستعينه إلا بك. برضو كلمة التخصيص دي بتفيدنا أنه ربما يتعرض جند الحق أمام سطوة جند الباطل وقوته العددية والإيه والعددية, فيأتي أناس من أهل باطل أيضا ليحتووا هؤلاء في أحضانهم, فيستعين هؤلاء اللي هم جند الحق بالمغلفين بالغير عليهم ويبطنون ضدهم الله. فربنا بده لا إياك نستعين, يعني اوعى تستعين بمن يعرف عنه أنه ما تاخدش مواقفنا احنا كده. مواقفنا احنا الآن ايه؟ ساعة ما بنشوف مثلا باطل أمامنا يمكن نروح لناس بيكرهونا أكتر من ايه ما بيحبونا. دي اسمه مسألة ايه؟ احتواء جند الحق للبسط عليهم لينطفئوا في أي وقت. بده يحتوي جند الحق علشان ايه؟ يدلهم تبعي. ولذلك هيجي في الآية اللي هناك يقول فيها ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان دعواهم وما كان قولهم إلا أن قالوا, اتهموا نفسهم, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يعني اللي قالنا دي نتيجة ايه؟ ذنوبنا وإسرافنا. وثبت أقدامنا وانصرنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين, مش كده؟ وبعدين يقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إن تطيعوا الذين كفروا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الأوعم بل الله مولاكم, هو حد ياخذكم مني ويعمل انه عطوف عليكم, بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وما تقولوش ده هم اقوياء, انا هعلمكم علمه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى في اياك نستعين اداني كل ايه؟ كل عناصر الاستعانه استنفادا لاسباب, خلاص, وتوحيدا لمصدر الاستعانة وهو الله, وعدم الفتنة بمن يريد أن يحتوي دعوة الحق لتعيش في كنفه فيبصق عليها في أي وقت يريد أطفاءها. دي كله جاي منين؟ إياك نعبد وإياك نستعين.